Terrible. Terrible. Sí. Dice ese mes. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم بفتح مباشر هنا من ملعب الصفارة السوداء بمدينة الضربيكار. كما كتشوفوا معنا عدد كبير من الجماهير الودادية كتوافد الآن على مركب الصفارة السوداء من أجل سحب تذكرة مباراة الوداد الريادي أمام فريق سيمبا التنزاني. العملية كتدور تحت إجراءات تنظيمية، فكما كتشوفوا الطريقة الجديدة ديال سحب التذاكر، يعني أي واحد يكتفي أنه يجيب الوصل ديالو أنه اقتنى التذاكر وكيجي كيسحب هنايا بطريقة ثالثة. يعني ولات عندنا قطع ما زمن الفوضى وزمن، يعني كما كنقولوا واحد فوق واحد وبلوغوات كذا. يعني الآن ولا معروف، يعني اللي شاد الصف يعني عنده الورقة ديالو غادي يسحب التذكرة ديالو. يعني رغم يعني موجة الحرارة اللي كتعرفها البلاد، لأن خصوصا في مدينة الدار البيضاء هاد الأيام، فكما كتشوفوا الجماهير الودادية العاشقة للفريق الأحمر فهي حاضرة وحاضرة بقوة من أجل سحب هاد التذاكر. يعني كنتمناو حظ سعيد كذلك فريق الوداد الريادي من أجل الفوز على فريق سيمبا التنزاني وبذلك التأهل إلى دور نصف نهائي الابطال. فريق الوداد الريادي بحال الاولى، يعني كما كنقولوا تبرز على الصعيد الافريقي، فما يمكنش يدوز العام بلا ما يشوفوا فريق الوداد الريادي في هذا الدور هذا. وللإشارة النقاط ديال سحب التذاكر مباراة الوداد وسيمبا التنزاني، فبالإضافة لملعب الصقور السوداء اللي حنا كنتواجدو فيه، فهناك ملعب الأبجيكو وكذلك ملعب مركب الريادي محمد الخامس، فيما استثنى ملعب الوزيز نظرا للتدريب اللي كيخوضها الوداد الريادي على الملعب ديالو، فكيصعب أن يعني التدريب تكون بموازاة مع عملية سحب التذاكر. فقررت يعني اللجنة المنظمة أن Thank you.
كل شيء صعب وانت تبان بوحدك صعب. ما كاش كنصور فيك دابا جيتي تعدي ما تا صورك صافي حيد من هنا الله يرحم لك الوالد ما شادكش اصاحبي انت جيتي عاك تهضر على الراس نوضتي دابا الدري بنادم هاك بدينا تعايروا على والو صاحبي راه لو ظروف ولا ما باغيش يتصور صاحبي انت كلتي هنا انا كتهضروا انت كتقول لي خويا صاحبي نقول لك طلبناك ما بغيتيش تطلب اصاحبي صاحبي هادشي اللي كاين Thank you.